أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أريد منكم نصيحة لتجنب فتنة النساء، وكيف يقي الشاب المسلم هذه الفتنة من هؤلاء النساء؟ يبتعد عنهن، لا يجالسهن ولا يخالطهن، ويحذر من الاختلاط بالنساء في المكاتب أو في الأسواق أو حتى في المساجد. ولذلك أمرت النساء بأن تكون خلف الرجال، يعتزلن الرجال، فيبتعد عن مخالطة النساء والاحتكاك بهن والنظر إليهن، لا سيما إذا كنا سافرات فاسيات عاريات، فإن الفتنة أشد بهن. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. لا يتكلم معهن كلاما فيه مداعبة، فيه مغازلة، يبتعد عن هذا. نعم.